وأنا تلميذ عينت بسبب هذا التفوق مدرس مساعد في كلية القانون والسياسة قسم العلوم السياسية. في ذلك الوقت كان ما يسمحون أن يعين ماجستير في الكلية، لكن بسبب الرسالة وبسبب التفوق وعينت لهذا السبب. وبعد ذلك يعني صارت مناسبة أنه أطلع إلى الخارج، أنا أدرس في لندن سكول أوف إيكونوميك أند بوليتيكال ساينس في نفس لندن، وجاني قبول من جامعة أكسيتر عن نفس الموضوع بتطويره، لكن لظروف الحرب مع إيران بالثمانينات ولأسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها ما صارت لي فرصة، وجاني قبول من فرنسا أيضا، وجاني قبول من جامعة القاهرة، ولم أسافر، واضطررت إلى أن أكمل دراستي للدكتوراه في جامعة بغداد وأنا برتبة أستاذ مساعد. وكانت هي أول، يعني أنا أول طالب بمرتبة أستاذ مساعد في العراق يدرس دكتوراه، لأن عادة الدكتوراه يعني الشهادة من تجي تعين مدرس وبعد ذلك تقدم بحوث للترقية ثم أستاذ مساعد. فأنا دخلت في الدكتوراه وأنا برتبة أستاذ مساعد، وبعد ذلك حصلت على الأستاذية وبقيت في الجامعة أخدم لمدة 28 سنة في جامعة بغداد في كلية العلوم السياسية، في كلية القانون والسياسة، وبعدين إلى كلية العلوم السياسية لمدة 28 سنة متواصلة. والحقيقة لم يستهويني أي منصب آخر، عرض علي، كنت أفضل أن أكون أستاذ في الجامعة مع أحبائي الطلبة، أدخل المحاضرات، وكانت ما أبالغ إذا ذكرت لحضرتك أنه كانت من أسعد الساعات والأيام عندي عندما أتوجه إلى الجامعة وأدخل إلى قاعة المحاضرة، من أسعد اللحظات في حياتي كلها، في حياتي المهنية.